هذا الفيديو بيجي بعد سيريز الريكتيفايرز. خلصنا السيريز تبعت الريكتيفايرز، راح نبدأ نحكي عن الانفرترز. الريكتيفايرز كانت التحويل من اي سي لدي سي، الانفرترز هي العكس، هي التحويل من دي سي لاي سي. لكن قبل ما نبدأ في الانفرترز راح اطلع على فكرة مهمة جدا اللي هي البلس ويدث موديليشن. البلس ويدث موديليشن هي طريقة بتسمح لي اني اغير الفولتج الدي سي فولتج في لود بتغيير السويتشنج اون والسويتشنج اوف بيريدز، الزمن، التحكم بالزمن بدون ما اتحكم بالفولتج نفسه. فانا عندي هون فولتج سورس، هذا الفولتج سورس 100 فولت، وبدي هذه ال 100 فولت اغيرها على هذا اللود، بحيث ما بدي يضل هذا ال 100 فولت بس 100 فولت على هذا اللود، بدي اغيره ل 50 او 40 او 30 او 60 كافرج، بدي الافرج تبعه يكون مختلف ومتغير عن طريق التحكم بالباور الكترونيك ديفايس اللي موجوده هون اللي هي الترانزستور. الترانزستور ديفايس انا بقدر اتحكم في السويتشنج اون والسويتشنج اوف تبعها عن طريق الجيت، وهذه انسوليتد جيت باي بولر ترانزستور. حتى اتحكم بهذا الانسوليتد جيت باي بولر ترانزستور راح اتحكم فيه عن طريق بلس جنريتر، وهذا الترانزستور راح يكون يا فولي اون يا فولي اوف، يعني يا اما راح يكون في الساتوريشن لما يكون اون، او راح يكون بالكات اوف لما يكون اوف، ما راح اشغله بالاكتيف ريجن. المشكله اذا حاولت اتحكم استعمل ترانزستور حتى يتحكم بباور لود بالاكتيف ريجن راح يحمى، راح يصير حرارته عاليه لانه عماله بصير في عليه فولتج دروب ومر في كرنت عالي، وراح يكون اللوسز عالي جدا والافشنسي منخفضه. فالطريقه الاحسن في الباور الكترونكس حتى نتحكم بلود اني اعمل سويتشنج اون وسويتشنج اوف، لكن اغير فتره الاون وفتره الاوف باستمرار حتى اغير الاوتبوت فولتج او الاوتبوت كرنت اللي انا بدي اياه. حتى اقدر اعمل الكنترولينج هون جبنا بلس، جبت بلس جنريتر من السيمولينك مش من السيم باور سيستمز، وهون راح اخذ الامبليتيود تبعه واحد كافي بالنسبه لي واحد حتى يتحكم في الانسوليتد جيت باي بولر ترانزستور. الديوتي سايكل مهمه لانه الديوتي سايكل هي بتقول لي قديش النسبه اللي راح يكون فيها هذا البلس هاي وقديش راح يكون لو، قديش راح يكون 1 او قديش راح يكون 0. فالنسبه هون هذه عباره عن برسنتج راح تكون 50%، يعني 50% اون و 50% اوف. والزمن قديش بتتكرر البلسز هاي هي عباره عن واحد على الفريكونسي، لانه البيريد هي واحد على الفريكونسي فهي 10 سكند، بس انا بحطها واحد على 10 عشان ااكد انه الفريكونسي 10، تشوفوها مباشره انه احنا بدنا فريكونسي اوف 10 هرتز. اذا هاي عندي الباور البلس جنريتر الموجود هون. هلا ما راح اقيس كرنت او فولتج، انا حاطط كرنت ميجرمنت وفولتج ميجرمنت، بس في البدايه بدنا بس نفهم هذا البلس جنريتر ايش بالضبط اللي عماله بعطينا اياه. خلينا نعمل رن لمده 200 ملي سكند ونتطلع على الاوتبوت اللي موجود هون. هلا اذا بتطلع هون راح تلاحظوا عندي هاي سايكل كامله من هون لهون، بتتذكروا قلنا احنا 1 على 10 يعني 10 ثانيه راح تكون السايكل، وهذا صحيح هي 10 ثانيه، وخلال الفتره هاي كانت 50% اون و 50% اوف. اذا بدي اغير الديوتي سايكل هاي بقدر ارجع هون واغير الديوتي سايكل، بك انا بدي اياها مثلا 70% اون وراح تصير اوتوماتيكيا 30% اوف، راح اعمل ران من هون راح الاقي انه صارت 70% من الوقت كانت هاي اون و 30% اوف. اذا احنا الاستراتيجيه الجديده او الاستراتيجيه المختلفه للتحكم في الترانزستور اللي اتحكم فيه كسويتش كانه هو ميكانيكال سويتش او كانه سويتش بيعمل سويتشنج اون وسويتشنج اوف، فبيعمل سويتشنج اون بضل مسكر لفتره زمنيه معينه، بعدين بيعمل سويتشنج اوف بيفتح لفتره زمنيه معينه حتى يقدر يتحكم بهذا اللود اللي موجود هون. وهذه الدائره على فكره هاي اللي انا راسمها هون عباره عن تشوبر دي سي تشوبر، لاني انا عمالي بغير الدي سي اللي موجود هون، بغير هذا الدي سي اللي هو 100 فولت هون، راح الاقي انه الافرج فولتج هلا بعد لما افحصه هلا اشوفه راح الاقي الافرج الموجود هون اقل من 100 فولت، وبيعتمد على الديوتي سايكل اللي موجوده هون. الشيء الثاني اللي ممكن اغيره كمان اذا بدي بقدر اغير الفريكونسي تبعت هذه السويتشنج، فمثلا لو انا ما بدي هاي 1 على 10 بدي اياها فرضا 1 على 20 هرتز، نفس الشيء راح الاقي هون واضح انه هاي صارت 1 على 20 اللي هي 0.05، والديوتي سايكل ظلت 70% 30% 70% 30%. اذا هذا الجهاز هون السورس هذا هو بعطيني البلسز اللي مطلوبه. هلا اذا هذا بيشتغل بشكل صحيح مفروض انه الجيت هون تعمل سويتشنج اون واوف للاي جي بي تي، والاي جي بي تي هذا عماله بعدين بزود الفولتج، هذا بقيس الفولتج هذا عن طريق الفولتج سورس اللي موجود هون، وبعدين هذا راح يزود كرنت، راح يمر في كرنت في الاندكتيف لود اللي
موجودة. خلينا أول شيء نتطلع على نشوف الفولتج اللي بنتج عندي، إنه هل فعلا الاي جي بي تي بعمل سويتشينج اون واوف خلال الفترة هاي. وخليني أرجع هذه لواحد على عشرة، وراح أرجع هاي لخمسين بالمية. لما بنعمل ران الآن نطلع هون، راح نلاقي إنه راح أعمل طبعا أوتو سكيل، لأنه الفولت اللي جاي على الجيت صغير جدا بالنسبة للفولت اللي رايح على اللود. خلينا أضبط هذا الأكسس كمان، أعمله نعمله مثلا من ناقص 10 ل 120. فهون بتلاحظوا هاي الفولتج اللي راح على اللود الان فعلا اتغير من 0 ل 100 لفتره زمنيه معينه اللي هي 50%. احنا غيرنا الديوتي سايكل ل 50%، فكان اون لفتره 50% وكان اوف لفتره 50%، اون لفتره 50% واوف. فالافرج تبعه هو فعلا 50 فولت. وهون البلسز الصغيره اللي احنا صعب نشوفها هون هي البلسز اللي عمالها بتعمل سويتشنج للاي جي بي تي. لكن اللي بهمني الان اطلع انه هل الكرنت اللي بمر في هذا اللود، يعني لو كان هذا مثلا بمثل دي سي موتور، بهمني اشوف انه الكرنت، ما بينفعني انه الكرنت يكون اون لفتره زمنيه معينه واوف لفتره زمنيه معينه، بدي اشوف انه الكرنت هذا عماله بحاول يقترب من فاليو نسبيا كونستنت وبتناسب مع الديوتي سايكل اللي انا حطيتها. فخلينا ناخذ الكرنت الان نشوف الكرنت نراقبه. اذا نعمل ران الان واحنا بنراقب الكرنت، وخلينا نشوف الان شو بصير. في عندنا ظاهره هون مهمه اللي هي بنتذكرها بالار ال سيركتس. لما يكون عندي ار ال سيركت واعمل سويتشنج اون لار ال سيركت، الكرنت، هاي الكرنت اللي بمر في هذه الار ال سيركت راح يحسب يعتمد على التايم كونستنت تبعها اللي هو ال على ار. لكن ما بصير عندي بس تشارجنج، بصير عندي كمان discharging. فلما بطفي كمان هذا الترانزستور في كرنت مخزن، في كرنت مخزن في هذا الاندكتر هاف ال اي سكوير جولز، وهذا الكرنت طبعا ما راح يروح، ما راح يضيع هباء، لازم انه يكون موجود. فاللي بصير عندي مرحلتين، اذا بنطلع مره ثانيه على هذا سكوب راح تلاقوا في مرحله تشارجنج هون لما يكون السويتش مسكر، وديسشارجنج لما يكون السويتش فاتح. وهذه المرحله بتصير على مرحلتين هون. المرحلة الأولى لما يكون هذا السويتش مسكر راح يمر الكرنت من الدي سي سورس، راح يمر يشحن أو يمر في هذا ويزيد تدريجيا في الاندكتيف ريزيستيف لود اللي موجود هون لحد ما يوصل القيمة تقريبا، القيمة النهائية تبعته اللي هي في الحالة هاي تقريبا عند النقطة هون عم بوصل تقريبا الستدي ستيت فاليو تبعه تقريبا بالحالة هاي. أنا لأني حاطط أظن الريزيستر 1 أوم، ريزيستر هون 1 اوم، فقيمه الكرنت مساويه لقيمه الفولتج نيوميريكلي. لكن اللي بصير بعدين لما هذا لما هذا يفتح وفي عندي كرنت لسه ماشي هون بهذا، لاحظوا الكرنت ماشي بهذا الاتجاه نازل نزول هون، لازم يلاقي باث يكمل. انا حاطط هون فري ويلينج دايود. الفري ويلينج دايود بيسمح لهذا اللود انه يفرغ الكرنت اللي تخزن فيه خلال الفتره هاي حتى يرجع هذا الكرنت لزيرو. فلاحظوا انه هذا بتكون بصير عليه فولتج بوزيتيف هون ونيجاتيف هون، لانه بصير زي فولتج سورس، وبخلي هذا بمكن هذا الكرنت انه يضل ماشي في الاتجاه الاصلي تبعه، لكنه بفرغ الان من خلال هذا الفري ويلينج دايود اللي موجود هون. اذا المرحله الاولى بمر الكرنت بزيد تدريجيا بهذا الاندكتر بهذا الاتجاه، وبعدين لما يطفي الاي جي بي تي الكرنت نفسه اللي كان ماشي هون من نفس النقطه اللي وصلها، لانه ما بصيرش يتغير فجاه الكرنت في الاندكتر، بيبدا ينزل من النقطه هذيك يفرغ في الدايود حتى ينزل لزيرو. نطلع عليها مره ثانيه، هي بتلاحظوا هون خلال الفتره اللي كان الاي جي بي تي اون، هي الاشاره اللي عم تعمل درايفنج للجيت تبعت الاي جي بي تي، زاد الكرنت طبعا زياده طبعا حسب التايم كونستنت ال على ار لحد ما وصل تقريبا القيمه النهائيه تبعته. وبعدين لاحظوا هون الكرنت ما بيقدر يتغير فجاه، لانه في الاندكتر دي اي على دي تي ما بصير تكون انفينيتي، فبيبدا الكرنت يعمل ديسشارجنج هون عند النقطه هاي من خلال الدايود. هذا الكرنت بمر في الاندكتر والريزيستر والدايود، هذا الكرنت بمر بالفولتج سورس والاي جي بي تي
والريزيستر والاندكتر. اذا في فتره راح يكون الدايود هون شغاله، الفتره هاي الدايود فيها اون، لانه بالفتره هاي الدايود عماله بوصل الكرنت تبع اللي بده يمر في الاندكتر والريزيستر. وهذاك بنسميه فري ويلينج دايود. فري ويلينج دايود، الفري ويلينج دايود هذا بيسمح للاندكتيف لود انه يفرغ هذا الكرنت، يمر الكرنت هون فيه حتى يرجع ينزل لزيرو مره ثانيه. لكن مشكلتنا طبعا احنا هون لسه ما حلينا المشكله، انا عندي الكرنت متذبذب كثير بين الفتره هاي والفتره هاي. لاحظوا الكرنت عماله بيطلع لقيمه عاليه جدا وبرد بنزل لقيمه منخفضه جدا. اذا انا ممكن احسن هذا الوضع باني ازيد الفريكونسي تبعت البلسز اللي موجوده هون. فبدال ما الفريكونسي تكون 10 هرتز، خلينا اعمل الفريكونسي مثلا 100 هرتز ونشوف شو بصير عندي هون. فلو عملت انا الفريكونسي راح اخلي الديوتي سايكل 50% لانه بدي نص الفولتج نص الكرنت. هلا بنشوف صار عندي شيء مختلف تماما الان. اذا بتطلعوا الان هون راح تلاقي انه 50% اون 50% اوف لسه نفس الشيء. هذا الكرنت عم بمر بيجي من السورس وبمر في الاندكتر ريزيستر، وهذا الكرنت عم بفرغ في الدايود نفس الشيء. هذا الكرنت بيجي من السورس وهذا بفرغ في الدايود وهكذا. في تذبذب لسه طبعا في الكرنت بس اخف بكثير من الاول. الان اذا بنطلع الكرنت تقريبا بيطلع ل 70 وبيبدا من تقريبا 30، بطل يوصل ل 100 زي ما كان بالاول. الافرج تبعه تقريبا 50 زي ما احنا متوقع. ليش 50؟ لانه احنا حطينا هون الديوتي سايكل حطيناها 50%، فاحنا بدنا يكون نص الوقت البلس اون ونص الوقت البلس اوف. لكن في لسه تذبذب كثير في هذا الكرنت، وهذا لو انه بدخل في محرك دي سي راح يعمل بلسيشن في التورك، والتورك راح يكون بلسيتنج، راح يحس فيه اهتزازات في التورك. اذا ممكن نزيد كمان، خلينا نزيد الفريكونسي هذه كمان، فخلينا نعملها مثلا، نحاول نعملها الان 300. فضعفنا الفريكونسي 3 مرات. نعمل الان ران. تلاحظوا الان تحسن التذبذب، خف التذبذب تبع الفريكونسي. والان الافرج تبعه لسه حوالين ال 50 تقريبا، يعني الكرنت عماله بيطلع بينزل تقريبا حوالين ال 50، بس لسه عماله بتذبذب من تقريبا قيمه حوالي 42 امبير لحوالي 57 امبير. خلينا نزيدها كمان. لو رفعنا هون الفريكونسي مثلا، رفعناها ل 500، هلا خف الريبل. هذا بنسميه الريبل. الريبل هو المسافه اللي بتذبذبها حوالين الافرج فاليو. الافرج فاليو حوالي 50، عم بتذبذب الان تقريبا من 45 ل 55. خلينا نزيدها كمان، بركي نرفعها مثلا ل 1000 ل 1000 هرتز ونشوف إذا هالفرد بتساعدنا. إذا على 1000 هرتز هون بنشوف تقريبا الكرنت، الريبل في الكرنت صار حوالي 5 أمبير. شوف إذا رفعناها كمان. نرفع ل 2000 هرتز. هاي بنلاقي هون طبعا الريبل خف كثير في الكرنت، في النهايه تقريبا وصل يمكن حوالي الرينج تبعه حوالي 2 امبير. ولما نشوف نتطلع بشكل عام خف كثير الريبل في الكرنت، فالكرنت تقريبا عم بوصل القيمه اللي هي حوالي 50 امبير، اللي هي تقريبا نص المسافه. الافرج فولتج 50 فولت، والكرنت تقريبا استقر على حوالين 50 امبير اللي مار في هذا اللود باستعمال البلس ويث موديليشن. اذا احنا استطعنا باستعمال السويتشنج اون اوف لكن بسرعه عاليه جدا. يعني هون احنا وصلنا تقريبا السويتشنج فريكونسي 2000 هرتز، يعني عم نعمل سويتشنج اون اوف للترانزستور، والترانزستور بيقدر يعمل سويتشنج اون اوف بهاي السرعه لانه مش ميكانيكال سويتش. لو انه سويتش ميكانيكي، السويتش الميكانيكي ما بيقدر يعمل سويتشنج اسرع من حوالي 250 هرتز. فالسويتش الميكانيكي ما بينفع بالحاله هاي، هذا سويتش الكتروني، ولانه سويتش الكتروني بقدر اعمل له سويتشنج اون اوف بسرعات عاليه جدا، بتوصل حتى في بعض الحالات 14 كيلو هرتز او 20 كيلو هرتز. بقدر اعمل سويتشنج اون اوف للسويتشز الالكترونيه، ولذلك لاني بقدر اعمل له سويتشنج اون اوف بهاي السرعات العاليه استطعنا انه نحقق تقريبا الكرنت اللي احنا بدنا اياه والفولتج اللي بدنا اياها بدون ما
استعمل الترانزستور في الـ في الاكتيف ريجن، استعملته بس سويتشنج اون وسويتشنج اوف، وحققنا الفولتج اللي احنا بدنا اياه. خلينا الان نحاول نغير ال نحاول نغير الديوتي سايكل عشان نغير ال فبدل 50 خلينا نشوف مثلا انا بدي 70، فانا الان بدي اغير الفولتج واغير الكرنت في هذا اللود، فما بغير الان الا بس نسبه الاون ونسبه الاوف. فبتلاحظوا الكرنت ارتفع هون، اذا بتطلعوا الان على السويتشنج راح تلاقوا السويتشنج صار 70% اون 30% اوف، وبتلاحظوا هاي فتره الزياده في الكرنت وهاي فتره التفريغ، هاي فتره الزياده وهاي فتره التفريغ، والافرج تقريبا هو 70. نرد نغير لقيمه ثانيه مثلا 15% ديوتي سايكل 15، يعني 15% اون و85 اوف، ونفس الشيء بنرد بنعمل ران. واذا بتطلع هون راح تشوفوا الكرنت نزل تقريبا لحوالي 15 امبير من هون، واذا بنطلع راح تشوف انه فتره الاون 15%، فتره الاوف 85%، والكرنت هون عماله بيعمل شحن او زياده في الكرنت، بعدين تفريغ في الدايود، زياده وتفريغ في الدايود. هيك بنكون فكره، شفنا فكره البلس ويث موديليشن. البلس ويث موديليشن هي طريقه حتى اغير الفولتج والكرنت في اللود، الافرج فولتج والافكتيف كرنت في اللود، خصوصا اذا كان عندي اندكتيف لود. ليش احنا بنركز على الاندكتيف لود؟ لانه غالبيه اللودز اللي بتهمنا في الباور الكترونكس هي اندكتيف لودز زي دي سي موتور او ما شابه، ولذلك هي طريقه فعاله جدا. بس اني بعمل سويتشنج اون واوف للترانزستور بسرعه عاليه جدا، وبحقق فيها التغير، هذا التغير في الكرنت في الاندكتيف لود.